العالية فوق 5% معدلات التضخم في أوروبا. دعنا ننقل هذا المشهد الطيب إلى ضيفنا أحمد عزام وهو محلل أول لأسواق المال في إيكويتي جروب. أهلا بك أحمد معنا. يعني كنا نتحدث عن هذا الترقب لبيانات التضخم في المنطقة الأوروبية، برأيك إلى أي مدى فعليا سوف يأتي مثل ما توقعات يعني ويتراجع لأدنى مستوى في 3 أشهر برأيك؟ صباح الخير رندا والطيب. نعم، قام التضخم على كل الأحوال في كل الاقتصادات العالمية تسجل بعض التباطؤ، هي من موجة التباطؤ، من ذروة التباطؤ مرت سنة تقريبا على الذروة، فلذلك نشاهد بعض الأرقام رياضيا إحصائيا أرقام التضخم تواجه التباطؤ. أي نعم الغذاء هو المكون الرئيسي بالنسبة للتضخم، يسجل بعض التباطؤ، لكن عندما ننظر إلى الأرقام الاقتصادية الأخرى على ما أعتقد أرقام التضخم قد تكون مشتعلة في الفترة القادمة. الرقم الأخير في الشهر الحالي قد يسجل بعض التباطؤ. نعم رندا، كما قد أشرت قبل قليل لا تزال أرقام التضخم مرتفعة 5.5%. نعم اليوم أرقام الاستيميشن أو التوقعات بالنسبة لأرقام التضخم 5.5% بالنسبة للمؤشر الرئيسي والمؤشر الأساسي لا تزال مرتفعة، ارتفاع حتى الآن بعيد كل البعد عن مستهدفات بنك أوروبا. 5.5% تحديدا بالنسبة للمؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة تحت الذروة من 5.7%، أي أن البنك أوروبا ما فعله بالنسبة لرفع أسعار فائدة لم يؤتي ثماره بالنسبة لأرقام التضخم، لا تزال بعيدة كل البعد. لذلك على ما أعتقد قد تكون تباطؤ اليوم اتجاه عادي جدا، اتجاه طبيعي جدا، لكن لن يؤثر بشكل كبير على دورة تجديد السياسة النقدية بالنسبة لكريستين لاغارد. نعم أحمد، يعني دعنا ننتقل من بروكسل عاصمة القرار الأوروبي إلى واشنطن، وأيضا الحديث لبعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي عن أنهم في الطريق نحو احتواء الركود إلا ما ذلك ما نفاه جيروم باول. الآن هم يترقبوا ربما ارتفاع طفيف في معدلات البطالة، لكن إلى أي مدى بيانات التوظيف الأمريكية المقبلة من الممكن أن تكون أكثر إيضاحا للرؤية في الداخل الأمريكي؟ نعم الطيب، كشكاري أحد الصقور المتعارفين عليهم في مجلس الفيدرالي الأمريكي أشار بأن أرقام الركود أو الركود قد يتم تجنبه. عندما ننظر إلى التاريخ الطيب منذ بداية توقعاتهم بالنسبة للركود، كان هناك توقعات للركود ثم ركود متوسط ثم اللا ركود حاليا. بكل تأكيد لا يمكن الاعتماد على توقعات الفيدرالي الأمريكي بشكل كبير، عدم إصابة في التضخم، عدم الإصابة في الركود، على ما أعتقد هناك فشل ذريع بالنسبة للتوقعات الاقتصادية. نعم بالنسبة لأرقام الاقتصادية تجنب الركود وارد، لكن عوائد السندات ومنحنى عوائد السندات على ما أعتقد يطلعنا بأن الركود قادم لا محالة في عام 2024. أرقام الوظائف الأمريكية على ما أعتقد سلبية، يجب أن تكون سلبية أيضا في الفترة القادمة. تأثير الفوائد المرتفع إذا لم يتم تأثيره على أرقام الوظائف في الوقت الحالي فأيمتى راح يتم التأثير عليه؟ فعلى ما أعتقد أرقام الوظائف بدأت تأخذ منحنى سلبي في الفترة الماضية بناء على فيليبس كيرف. على ما أعتقد أرقام البطالة يجب أن تسجل بعض الارتفاعات، الارتفاعات عودة الأرقام الوظائف تحت 200,000 على ما أعتقد قد يعطي بعض الراحة بالنسبة للفيدرال الأمريكي بأن أرقام الفائدة ودورة تجديد السياسة النقدية باتت تؤتي أكلها بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. يعني أحمد، ربما تحركات كذلك أسعار النفط التي كنا نشهدها الآن، التسعير الأكبر للسوق أننا قد نشهد تخفيضات طوعية إضافية أو تمديدها فعليا لغاية شهر سبتمبر المقبل، برأيك إلى أي مدى هذا سوف يعطي مزيد من الزخم لأسعار النفط، مع العلم بأن برنت يعني يتداول فوق $84 للبرميل؟ نعم رندا، هو الشهر الأفضل بالنسبة للنفط منذ عام 2022، أداء يعتبر ممتاز جدا، إغلاقات شهرية اليوم قد تكون مميزة بالنسبة للنفط. نعم استقرار الأسعار كان مستهدف أساسي بالنسبة لمنظمة أوبك، بالتالي عندما يتم استقرار الأسعار تعطي بعض الدعم بالنسبة للأسعار من ناحية. من ناحية أخرى الخفض الطوعي كان إشارة بطريقة أو بأخرى بأن منظمة أوبك قادرة على احتواء الأسعار، قادرة على احتواء الهبوط السعري القوي في الفترة الماضية، فهي حالة نفسية على ما أعتقد أكثر من أنها حالة سعرية أو حالة أو توجه سعري. بالنسبة لتخفيض الإنتاج مليون برميل لا يعتبر كبير جدا، أي نعم باستمرارية الخفض الطوعي يعطي إشارة قوية بأن منظمة أوبك قادرة على التدخل في أي وقت. استقرار الأسعار قد نجحت في منظمة أوبك، ارتفاع الأسعار على ما أعتقد
يعتبر إشارة جيدة بأن استمرارية الارتفاعات قادرة جدا، لكن من ناحية أخرى هي مخيفة اقتصاديا، مخيفة على أرقام التضخم أن تعيد اشتعالها مرة أخرى. نعيد بالتاريخ أو ننظر إلى التاريخ، في الفترة الماضية كان النفط أحد المؤثرات الكبيرة بالنسبة لاشتعال التضخم، فهي إشارة قد تكون بطريقة أو بأخرى أن التضخم قد يعود للارتفاع في الفترة القادمة. رندا، نشكرك أحمد عزام، وأنت محلل أول لأسواق المال في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.